وحنهاي وهديك دوسيدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن سلامك دبرتي، وحن قاضنا إن عشر كم إذا عشر ذي إني نوسو سعودية أونلاين كها، وحوي عشر كن ما أنتوا حكوس سبسية هاي إن دقال كريدا هو قسوة الأحزاب أم بقسوة الخندق دقال كريدا هو أيو كوس سبسية هاي إن شاء الله تعالى إن سفي عنا الله سبحانه سفي عنا نجيب بقنو إن عشر كنا بوجو حكوية لا دكسة صرف من فوركا بقول يتضوى إلا بقول يستيد أيو كوية لا وأنا جلس كي أفراد أي دكسة صرف إن تعريف قسوة الأحزاب قسوة الأحزاب دقال كانوا حليلها دقال كي قاشان بوريسيا قسوة ودقال كا أحزاب نو قاشان بوريسيا هذا وعقد بدن كهذا دنو حكم إذا تعريف وقسوة الأحزاب دقال كان أين التعريفيننا تعريف وحين قيحنا قسوة دقال كا الأحزاب قاشان بوريسيا أين قيحنا هي وحويان معركة دقال وقعت دعدي في سنة الخامسة سنة كيشاناد أيور دعي إلى الهجرة هجرية في شهر الشوال بشي شوال بي دعدي بين المسلمين مسلمين تأيو دحيسي وقريش يو قرضي قريشات أيو دحيسي وأنصارها يكوي إن مارت مركاسي رعسنا إن من كنانتا كنانا قلدا اللورين شريه هيد وانتهت وحانا كلنا ما تدقال كان قسوة الأحزاب بنصر المسلمين مسلمين تقوليست دقال كان قلحتان كي سوحويا ودقال ان ادحي مسلمين تا يقول هذا قريش ينتهي عقا كقاضته وحانا كلنا وحو دعي دقال كاني سند كي شناد ايه جريه دا ايو دعي بشن الشوال ايه هيد وحانا كلنا ماضي مسلمين تي أقوليستي مسلمين تي أقوليستي أي كل ماضي انتاسي وتعري وقيحتان كيلو قيحيي دقالك هذا هو هدي لقراء عرف قسوة الأحزاب انتاسد كو قيحيسا هي معركة وقعت في سنة الخامسة للهجرة في شهر شوال بين المسلمين وقريش وانصارها من كنانة وانتهت بنصر المسلمين انتاسد كي جوابيسا أسماء مقعانتا القزو دقال كني وليه دقال كني مقعان كوليه أي لما مقعب وليه دقال كني قسوة الأحزاب دقال كي إقاشان بوريسيقا أو نمان كي قال ذاها أي يتصور الرصدي ده عيدا بدن نو يسكو صور الرصدي المركة أحزاب بلو بحي أحزاب نو إقاشان بوريسي وصرور سويين إن مقع على هذا وليه وحويان قسوة الخندق دقال كي قد كالقضي دقال كي قد كالقضي ومسلمين تسين أركي دونو ويتشدين مركي تشدين عدو غفر بضان كسو صعدا مقالة في مدينة اي تشوغين لنا عيدا قار كند بورا كحيقي لنا عيدا قار كند وحا كحيقي قلوين اي حلفيهين ويسبهي سكولي ترين دبيتنا لنا عكريا كبانا لنا عيبا قد كقضين قد وين او آني كسو طلابي كرين فردها ايو مارت محايد رقا دقالما ايا اي قضين مركا خندق و قد قصوة الخندق ان دغال كي قد كلا قديويان مركا لبدا مغعب وليه هدي ادو لو ويديو مغعانت دغال كني وليه هي و لبا مغع مغع كوبال قسوه الاحزاب مغع لبادنا قسوه الخندق يا ليره هرداي وي هدا دغال كن مخا كيناي سببتي دغال كن كينتي مخو اها اسباب القسوه دغال كن سببتي كينتي مخاي هيد وي وحيا هيد ان بعد ان اجلا مركو قحيي الرسول صلى الله عليه وسلم أجلى وقحي ويان أنباء كثاري ويان بعد أن أجلى مركو قحي الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك بني النذير يهودي راب بني النذير أي مقالة مدينة كئري رسولك صلى الله عليه وسلم وهم وحانيا هاين يقو قسم قيب من يهود المدينة يهود مقالة مدينة دكتا قيب كمذا أي هاين نمن كان راب بني النذير وحي أهايان أرضي يهود مقالة المدينة دكتا دبتنا رسولك صلى الله عليه وسلم انت إمارة محايدة هشيس كقبحين أي رسولك وكساري مقالة المدينة
haddaba xaqii tigin wasaaro waxay u socdeen ila khaybar meel khaybar la yiraaho oo magaalada madiina la jaara ayay tigin halka markay tigin akhadu waxay bilaabeen ala taqliibi inay ku khasbaan oo ay kaga xoog bataan ay ku khasbaan ala quraishin ku qanciyaan ala taqliibi inay ku qanciyaan ay kaga xoog bataan ala quraishin quraish wa qadafan iyo qolada reeq qadafan la yiraahaa على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم رسول كين الله دقال لمان مركي هل كاتتين وحي بلابين رسول صلى الله عليه وسلم إن إمارت محايا دادك كقعيان أو أيراهان وإن الله دقال لمانا أرين تاسي كقعيان وحويان قريش إيو وحويان قبيل الذي أي سبهي سيكو ذي شرين قريش رسول كين الله دقال لمان نبيله فخرجوا بحي لذلك أرين تاسو بحي رئيسهم كيما ضحبا أوها reeban oo nadirkii madaxda u ahaa ayaa baxay waxa magaciisana waxa loo oran jiray xuyay ibn akhtab ayaa loo oran jiray magaciisana waxa loo oran jiray xuyay ibn akhtab ayaa loo oran jiray ninka xuyay ibn akhtab ayaa u tagay quraysh iyo reeq qadafan iyo qoloyinkii kale ay isbahaysay ku jireen buu tagay dabeytana wuxuu ku soo qanciyay inay maartay maxay rasuulka la dagaalamaan بمكه مغالده مكتوبه تغي وعاهده مخه كولا بلمي على حرب النبي صلى الله عليه وسلم نبيينا لا دغالمان نبيينا لا دغالمان اي كسو قنعي وليبا وقال الله مخه كيري انه قد بقي انه ارنته وحي تهي قد بقي وحا كهري من قومه قولدي سي نبيغه وحا كهري 700 نفر تدو بقول قف بابا كهري ورغيبي سبع عيد لما جوجتو سيده دراديد واين لا دغالنا غوري وهم كواسنا وحا ويان بنو قريضة ريبانو قريضة وبينهم وحاود حيا ريبانو قريضة يو وبين محمد نبي محمد وحاود حيا عهد بلن وميثاق إي أحدي عهد إي أحين بلن يو حويا المارة المركزي أحدي أيو دحيا أو قلضا ريبان قريضة ليرانا وقل يهود كمذا قلضا نوا يهود وقلضا رسول قحيا ريبانو نذير بلنا qoladan waa yahuudo reeban oo qoreyda ayaa la yiraahaa nabigeena heshiis bay kula jireen sallallahu alayhi wasallam dhinac kamida magaalada makka ayaanay deganaayeen way tabeetana kuwaas heshiis bay kula jireen rasuulka sallallahu alayhi wasallam inaanay la dagaalamin isaguna aanu la dagaalamin hadii cidna aanu soo raacin isaguna cidna aanu soo raacin wa annahu ninkan xuyay ibn akhdab la yiraahaa yahmiluhum wuxuu ku qaadayaa ala naqdil ahdi balanka inay buriyaan ليكونوا معهم سمعوا غايو هذا او راعان و خوي يري نينكي خيي ابن اخضب اي ريبان قريده قولدن لسو قخيي اوديغوغا ها و خوي يري وعويان هورتا نين نبيغا ان يرو نقم با لا جوغتا 700 قف با لا جوغا وخانا كميده 700 ريبان قريده هشيس باني كو جيران انيغا انا كو قاداي بوري ايناي مارتي هشيسكا جبيان سي اي نو راعان قولداس سي اي قولداس نو راعان فسار معه وحراعي ابو سفيان ابو سفيان با راعي وغيره يكو كله او من رؤساء قريش مدحدي قريشيد اه في قبائل العرب قبيلوين كي عربتا اي كميد اهاين حتى اجتمع الا اسكو يمادين على قتال النبي النبي لا دغالنكيسا صلى الله عليه وسلم وحي اسكو يمد 10000 مقاتل 10000 او دغاليهن اي غالاد اسكو سو ورسدين من قريش او قريش كوبن وكنانة إيا كنانة قلضا لراك كوبان وأقرع بن حابس من قومه ننك أقرع بن حابس ليران قلضي سي أيوتي وعباس بن مرداس ننك عباس بن مرداس ليران في بني السليم في بني السليم ريب بني السليم بكم إذا وقدفان إيا قلض قدفان ليران انتا صوردن أيا إسكو صور صدايو طبان كنو دقاليهان أي إسكو صورين هذا بار دي هذا نصورنو سببتن كنتي دقال كان وحويان مارتي قصة الأحزاب وعوية النبي عليه الصلاة والسلام وحو إريي قل أو كساري مقالة المدينة قل ذي اللي ورنش لي ريبان ونظير تباتنا مرهي كبحين مقالة المدينة وحي تغيين ميل خيبر ليرا مقالة المدينة لشارة خيبر مركي تغيين أيا وحي سميين أن قريش يقولوا ينكي كلاه رعسنا أيا وحي كوقن عيين إن الرسول كلاه دقال لامان صلى الله عليه وسلم waxaanay ku yiraahdeen iyara oo in markaa odaygii ee qolada reeb banu nadir odayga u ahaa ee madaxda u ahaa ayaa maka tagay dibadda wuxuu ku soo qanciyay in rasuulka la dagaalamaan waliba wuxuu ku yiri rasuulka in yaro naqan baa la socota 700 qof baa gidiisa bal joogo inoo qaqabanayna oo dhabayn siinayna way hay waxa kale yiri
qolada reer banu qurayda la yiraahdo yahuuda kamidana waxaynu ku qancinaynaa inay ballankii rasuulka kula jireen ay jibiyeen dabeetana waxa weey rasuulka in la dagaalamayna halkaasaynu kaga xoog badanaynaa cidna lama socoto waxaas ku soo qanciyay dabeetana magaaladii makkah markuu tagay waxa soo raacay abu sufyaan iyo waxa weey maartay maxayday qolooyinka faraha badanay halka aynu ku tirinay ayaa soo raacay iyagoo 10,000 oo dagaaliyahana ayay soo raaceen taban kuno degaliyan iyagoo ah ayay soo raaceen hadaba maxaa dhacay magaaladii makkah ka soo amabaxeen magaaladii madiina ku soo jeedaan rasuulka ay la dagaalamayaan rasuulku sallallahu alayhi wasallam markuu arintaa maqlay talaabadan uu qaaday xafrul khandaq god buu qoday rasuulku sallallahu alayhi wasallam xafru wuxuu qoday al khandaq god buu qoday oo si aan horaba u sheegney magaalada madiina dhinacyada qaar koodna buuraha ka xiga dhinacna reer banu qurayda ayaa ka xigo rasuulka heshiis kula jiray sallallahu alayhi wasallam dabeetana dhinacii kale ee bannaanaaye laga soo geli lahaa ayuu god weyn rasuulku ka qoday oo dheer oo buurta ilaa buurta maaratay maxayday gaadhaya ayuu ka qoday oo aanay farduuna ka soo tallaabi karin afantariguna aanay ka soo tallaabi karin xafrul khandaqi godkii buu qoday rasuulku lama calima rasuulu sallallahu alayhi wasallam rasuulku markuu ogaaday bil amri arinta iyo dadkan isawr rusday iyo ciidankan faraha badan markuu ogaaday istashaara wuxuu la tashaday asxaabuhu saxaabadiisu la tashaday waa ilaahay baa amray inuu saxaabada la tashado washaawirhum fil amr arinta arin kastaba kala tasho saxaabadaada buu ilaahay tabaaraka wa tacaala leeyahay dabeetana taladii buu qaatayo uu la tashaday saxaabadii waqaadatihi iyo hogaamiyeyaashiisii buu kala tashaday waqaadatahu fil xarb iyo hogaamiyeyaashiisii dagaalka ayuu rasuulku la tashaday sallallahu calayhi wasalam wa ashaara waxay kula taliyeen asxaabatu saxaabadii bilbaqaayi lagu sugnaado fil madiinati magaalada madiina horta waxay yidhaaheen ciidankan waa ciidan badan uma bacdhigi karayno markaa magaalada madiina aynu iskaga sugnaano aynu iska joogno hay qodobkaa way kula taliyeen wa ashaara wuxuu kula taliyey salmaan alfarisi saxaabiga salmaan alfarisi la yidhahno wuxuu kula taliyey bixafri in la qodo alkhandaqa qod fii mashaarifi dhinacyada laga qodo almadiinati magaalada madiina dhinacan bannaan ee magaalada madiina ayuu god weyn aynu ka qodno oo aanay ka soo tallaabi karin cuna annagu haddaanu nahay ree faaris markay ciidan fara badan noo yimaadaan god baanu isku wareejin jirnay buuli aanay ka soo tallaabi karin markaa taladaasi ayaan soo jeedinayaa buuli aniguna maaratay maxay salmaan alfaris way fastaxsana uu jeclaaday arasuulu rasuulku wasaxaabatu iyo saxaabadu ra'yihu fikirkiisa fikirkaa way qaateen waxaaba dhinacan keliyaate dee waynu qodi karaynaaba aynu qodno wa camiluu bihi waanay ku dhaqmeen wacamiluu bihi waanay ku dhaqmeen oo way qaateen marka kamaa sida anna yahuuda bani qurayda yahuuddii reer banu qurayda halkan aynu ku soo marnay ee heshiiska uu rasuulku kula jiray madduu lahum waxay siiyeen madduu lahum waxay ku caawiyeen oy siiyeen yaddal musaacada gacan caawinimo ayay siiyeen rasuulka sallallahu calayhi wasalam oo min macaawila madaraqiyo madaraqyadii lagu qodayay amba jignayaashii lagu qodayay meesha ayay bixiyeen wa makaatil iyo salladihii ciidda lagu gurayay ayay bixiyeen bimuujibi alcahdi siduu ballanku waajibinayo almaktuubi qornaa bayna darafayni labada dhinac ay kala qorteen yahuudda reer banu qurayda iyo nebigu waxay kala qorteen heshiis odhanaya haddii laydinku soo duulo na caawiya haddaa laydinku soo duulona waanu idin caawinaynaa dabeetana nimankani heshiiska iyagoo ka soo baxaya ayaa waxay ku caawiyeen rasuulka sallallahu calayhi wasalam jignayaaliyo madaraqyo iyo salladihii ama baaldiyadii ciidda lagu gurayay ayay ku caawiyeen wastadaaca almuslimuuna muslimiintii waxay kareen hee in haa inay dhammeeyaan xafri alkhandaqi godka qoditaankiisii bacda muddatin muddo kadib daamad qaadatay 15 yowman 15 cisho ayay ku dhammeeyeen godkii 15 cisho ayay ku dhameeyeen ciidankuna bil meelahaasu soo soconaya markuu maka ka soo baxo dabeetana waxaynu arki doonaa casharka casharkeenna ku xiga iyagoo oo markaasi godkii uun ku baraarugay ayaynu arki doonaa marka waxa weeyaan godkaasaa la qoday rasuulku uu la tashaday saxaabadii salmaan alfarisina wuxuu ku tiriyay godkaa in la qodo waxa weeyaan maaratay nimankaa reer banu quraydana way caawiyeen waa intii aan lagu qancin inay heshiiska ka baxaan ee shaydaankan xuyi ibnu akhtab aanu u imanin ardayay casharkeennu halkaasuu inoogu joogayaa casharkana casharka ku xigeyntana iskugu imanayno waxaan idinkaga tegayaa idinkii waalidiintiinaba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.